البيت الكبير مستمر مع حضراتكم، وضيف فقرتنا النهارده واحد من افضل المدافعين في تاريخ كره القدم المصريه، نجم اهلاوي حقيقي، تالق مع الاهلي في التسعينات، صاحب قذائف صاروخيه زي ما بيقولوا، دمرت شباك كل المنافسين، النجم الخلوق كابتن محمود ابو الذهب المدفعجي زي ما كنا بنقول في الاول، انجازات وبطولات عديده لمحمود ابو الذهب مع المارد الاحمر. لما نتكلم عن الالقاب اللي توج بيها مع النادي بنتكلم عن 5 ألقاب دوري، 4 ألقاب للبطوله العربيه، كاس النخبه، كاس مصر. فهو مشرفنا النهارده ومنور بيته، البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا بحضرتك، وانا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله ديت، وانا سعيد جدا ان انا معاكم. طبعا المثل الاعلى كابتن مصر طبعا، يعني انت بتقولي من افضل مدافعين، يعني احنا كنا بنتعلم منه. لا حبيبي، يعني والله يا كابتن ده حقيقه يا كابتن، لان انت طول عمرك راجل وشخصيه محترمه، كل اللعيبه فعلا بتحبك، واحنا كنا بنتعلم منك في الملعب وبنسمع لك. فانا سعيد ان انا وانا جاي والله، يعني مش عاوز اقول لك ان انا في قمه السعاده وانا جاي. انت منورنا ومنور بيتك محمود. طبعا انا ما انساش طبعا، وانا بحترف في اوروبا، وهو المذيع بيقول لي ان كابتن هاني رمزي وانا في تيرول النمساوي، يعني لسه فاكرها لحد دلوقتي. يمكن هو بيقول لي يا محمود يمكن جات لك تهنئه من الكابتن هاني رمزي بالتوفيق، فدي يمكن دي اسعدتني وحسستني ان انا في اوروبا مش لوحدي. فانا بشكرك. انت تستاهل كل خير، ومشوار طويل مع النادي وتاريخ طويل، وحتى هنتكلم على كل الكواليس ديت، ونتكلم لما كنا في اوضه واحده، وكل ده كل ده هيجي له. اولا انت مشرفه في بيتك، في بيت النادي الاهلي والبيت الكبير. هنطلع تقرير، يعني الاعداد طبعا بنرحب بالكابتن محمود ابو الدهب بتقرير، نخلص التقرير ونرجع نبدا بقى حوارنا مع الكابتن الكبير محمود ابو الدهب. نجم دفاع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فترة التسعينات، أشهر من ارتدى القميص رقم 19، وأفضل من شغل مركز الليبرو في تاريخ القلعة الحمراء، ولما لا وهو يملك قدما يمنى من ذهب عيار 24، هو النجم محمود أبو الذهب. بدأ أبو الذهب مشواره مع الساحرة المستديرة بحلوان قبل أن ينضم لناشئي الزمالك الذين فرطوا فيه بسهولة جعلتهم يعضون الأنامل بعد تألقه مع الأهلي، وبعدها انتقل لنادي المريخ البورسعيدي، ثم انضم لصفوف النادي الأهلي الذي شهد أداء راقيا لأبو الذهب في الفترة من عام 1993 وحتى 1997 قبل أن يترك الأهلي ليحترف بنادي تيرول النمساوي موسم 97-98. وبعد رحلة احتراف قصيرة بالدوري النمساوي عاد أبو الذهب للدوري المصري وخاض العديد من التجارب المحلية. قضى أبو الذهب سنوات مميزة للغاية داخل جدران القلعة الحمراء، وتوج خلالها ب5 ألقاب للدوري و4 ألقاب للبطولة العربية وكأس النخبة وكأس مصر وبطولة إفريقيا. وكان يعتبره آلان هاريس المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت لاعب جوكر يدفع به في العديد من المراكز. وبالصدفة البحتة كان الأهلي على موعد مع مباراة هامة أمام فريق المحلة، وتعرض وقتها جمال السيد ليبرو الأهلي للطرد ليتم إشراك أبو الذهب مكانه ويظهر بشكل مميز. وفي مفاجأة كبيرة طلب هاريس تثبيته في مركز الليبرو، وفي المباراة الثانية له مع الأهلي في مركز الليبرو والتي كانت أمام الأولمبي في ملعب المقاولون العرب، قدم أبو الذهب أداء مميزا للغاية كان بداية لتألقه في هذا المركز. وبخلاف أهدافه الصاروخية المعروفة، إلا أن أجمل أهدافه مع الأهلي كانت في مرمى سيد سويركي حارس مرمى النادي الإسماعيلي بملعب الإسماعيلية، وبالتحديد في 17 من فبراير عام 1997، وكان هدفه في الدقائق الأولى مفتتحا السداسية الشهيرة. أبو الذهب يمشي هجمة عنترية، مثل محمود أبو الذهب النادي الأهلي والمنتخب الوطني والعسكري في العديد من المحافل الدولية. ففي عام 1995 قدم أبو الذهب أفضل مستوياته مع الأهلي لينضم من بوابته للمنتخب الوطني، وكانت هناك مباراة فاصلة للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 1996 في جوهانسبرغ، ونجح في التسجيل خلالها وتأهل المنتخب بشكل رسمي. وقبل انطلاق البطولة تعرض أبو الذهب لإصابة قوية في العضلة الضامة، سافر بعدها لألمانيا لتلقي العلاج لكنه لم ينجح في اللحاق بالبطولة.
بنرحب بحضراتكم مرة تانية كابتن محمود، برحب بيكم. وده حقيقة يعني برضو دايما أقول وبأكرر إن ده جزء صغير جدا يمكن حتى من تاريخ طويل أنت يعني حققت فيه كتير جدا مع النادي الأهلي تحديدا. يعني زي ما أنا بقول لحضرتك، أي لعيب في مصر بيبقى سعيد جدا بالفترة اللي بيقضيها وعمل فيها كل حاجة. بس أنا دايما يمكن حتى لما بنكلم كابتن هاني الناشئين دايما بنقول له انت لازم تعمل يكون طموح، يعني يكون حاطط بلان او حاطط هدف في حياتك ان انت توصل له، زي ما احنا تعلمنا منكم وتعلمنا من الناس الكبيره اللي كان بتكلمنا كتير جدا في الملعب. يعني معظم الفرق الوقت يا كابتن هاني زي ما حضرتك بتشوف ان بتفتقد للقائد او بتفتقد للقائد في الملعب. يمكن احنا بنكلم الولاد الصغيرين، اللي لازم نتكلم الولاد الصغيرين برضو عشان احنا اللي احنا تعلمناه كابتن، اللي انت دلوقتي ماسك طبعا مدير فني فرع العبور، مدير فني فرع العبور ده اكاديميه النادي الاهلي في فرع العبور، هو المدير الفني. وده المهمه اللي بيقوم بيها دلوقتي محمود ان هو كمان بيأهل الولاد. يعني فانا بنكلم الولاد دايما ان احنا ان انت يكون عندك هدف توصل له وتحققه، ان انت عاوز تبقى لعيب كوره زي كابتن ما بتكلم مثلا ابني انا عاوز يبقى دكتور عايز يبقى مهندس. صحيح. فاكيد انا بقول للعيب كوره لازم يكون عندك طموح كبير جدا توصل لهدف، قول انا هلعب في النادي الاهلي، هلعب في اي حته انت عاوزها، احترف بره. فده بيبقى فيه هدف ان انت بتوصل له. الحاجه الثانيه ان احنا بنعلم الولاد يا كابتن على انه ياخد بطوله. دايما لعيب الكوره النهارده دايما يمكن انا سعيد جدا من خلال التقرير اقول لك ان محمود ابو الدهب بطلت كوره بس عندي الحمد لله انجازات او ساهمت مع اللعيبه في النادي الاهلي ان انا احرز بطوله الدوري، وده بيبقى الواحد فخور بيها ان انا اخد كاس مصر، ان انا اخد احصل على البطولات العربيه. فدي حاجه كابتن يمكن حضرتك تعرف ان في لعيبه في مصر كتير لعيبه يفوقون بشكل كبير جدا، لعيبه كويسه وما خدوش بطولات، فتلاقي التاريخ بينساهم. لكن احنا النهارده اقول لك محمود ابو الدهب لما بطل او كابتن هاني رمزي لما بطل حصل على كام بطوله امم افريقيه او احترف او او او، فدي بتبقى انجاز بتذكر اسماء طبعا بنبقى سعيد جدا بيه طبعا. البطوله الافريقيه كنت قريب منها او 96 فاكر انت؟ يمكن انا انا وصلتكم كاستنيت بالظبط. كان معانا كرول ها؟ لا كان معانا كابتن محسن صالح. لا 96 في الاول، لكن بعد كده غيروه. كنت احنا كنت قريب قوي للبطوله للاسف الاصابه، وانت زي ما بتقول وصلتنا وتعورت. يمكن حضرتك كابتن في البطوله دي حضرتك كنت بتلعب ديفندر يعني بزبط. كابتن محسن صالح كان بيلعبنا انا ليبرو، هو قال لك انا عايز يعني استفاد من كابتن هاني رمزي كقائد للفريق. كنا احنا كنا حتى حضرتك شفت الاسامي اللي كان موجوده كلها معظم يعني مع احترامي ليها لعيبه كويسه بس ما كانش معروفين بالنسبه للجماهير المصريه. فانا كنت بلعب ليبرو وكابتن هاني. يمكن اول مباراه ليا كان ماتش السودان. في الماتش ده في السودان في اسكندريه اللي احنا كسبناه 3-1 يعني. الماتش ده جاء ضربه جزاء والكابتن حضرتك موجود والكابتن الكاس، وانا رحت امسك الكوره وهشوطها. يعني انا اصلا مش مكتوب اسم ان انا اشوط ضربه جزاء. هو كاس فعلا كاس، هو كان نمره واحد كان نمره واحد وحضرتك اثنين ووليد كام ثلاثه. فانا لقيت نفسي بمسك الكوره واشوط، لقيت الكابتن محسن بيصرخ من بره اسيبه، قلت له هشوط يا كابتن. فصممت يعني فصممت يمكن حطيتها كويس اول في حامد بريمه بتاع حارس مرمى كبير جدا كان اداني الفانيلا بتاعته يعني. فالبطوله العربيه لعبنا بقى مباراه كانت لازم نكسبها يا كابتن اللي في تنزانيا، حضرتك كنت مصاب في المباراه دي، كنا احنا لازم نكسب يعني لو التعادل يطلعنا خارج البطوله. فالحمد لله يمكن احرزت هدفين والحمد الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل تعدين. كسبنا اثيوبيا في اثيوبيا، لكن انا جات لي اصابه بقى فهي دي اللي عطلتني كتير ما سافرتش معاكم. طيب انا عايزه اتكلم بقى من النقطه دي. طبعا هنيجي لاهم اللحظات المضيئه في حياه كابتن محمود ابو الدهب اللي هي اكيد طبعا كتير واكيد مش هتتقال في اقل من ساعه دلوقتي، بس احنا النهارده بنتكلم عن موسم شاق عصيب كان الاهلي عنده، يمكن يعني مش موفق مع انه كان افضل دفاع صحيح في الموسم الحالي، بس كان عنده اصابات كتيره جدا وعانى منها، وفي كمان قلق من فكره الاصابات ان انت خلاص يعني ما بقى عندك اتنين لو لا قدر الله حصل لهم حاجه. ايمن اشرف ومين ورامي ربيعه طلع ياسر ابراهيم عندنا ياسر ابراهيم، بس لا قدر الله حصل حاجه هنبقى احنا فخطر اكتر. فكلمني عن خط دفاع الاهلي الموسم ده، شفت ازاي الاصابات اثرت عليه؟ طبعا يمكن الاصابات اثرت بشكل كبير جدا أكيد. ويمكن ايمن اشرف اتصاب وسعد سمير اتصاب رامي ربيعه اتصاب، هي دي بتيجي نتيجه الماتشات الكتيره يا كابتن متولي. حتى لما محمود متولي كمان لما اتصاب، فدي يمكن عندنا محمود اتصاب يعني كذا لعيب مصاب، لكن انا بتكلم على خط الدفاع بالذات رامي ربيعه لسه طبعا. يمكن انت معاك الكابتن يعني يقول لك ان لازم خط الدفاع يبقى عندهم انسجام مع بعض، لازم يتكلموا مع بعض في كونتاكت مع بعض كتير. لو انا رحت مثلا كابتن هاني بيغطي انا ببقى تحتيه، فلازم نتكلم مع بعض كتير. لكن هي
الاصابات اللي مخليه. وبعدين مستر فايرال يا كابتن هاني على طول بيغير، يعني ممكن لعيب النهارده بقى كويس ما تحسش ان ده اساسي وده احتياطي. ويمكن شفنا كمان ان اللعيب الاحتياطي لما بينزل بيبقى عنده نفس التكتيك او نفس السيستم، بيلعب بنفس الشكل وبيلعب بنفس المضمون، لكن هي الاصابات هي اللي اثرت على دفاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طب انا هاخدك في الرؤيه الاشمل شويه. في فترات بتكلم على الكره المصريه بشكل عام، في فترات بيبقى عندنا او الجماهير بتحس ان احنا مثلا عندنا مشكله في حراسه المرمى مثلا بعد عصام الحضري شويه. الشناوي ما شاء الله بيعمل اداء هايل. في ناس بتقول لك اصل عندنا مشكله في راس الحربه. تفتكر احنا كابتن وانت طبعا من المدافعين المميزين جدا وكان ليك تجربه احترافيه في النمسا، تفتكر احنا بنمر الكره المصريه بتمر بازمه مدافعين عندهم مستوى دولي؟ يعني انا شايف بشكل كبير يا كابتن بصراحه يمكن عندنا مشكله كبيره جدا، عندنا في عدم المراقبه كمان، في عدم الكلام مع بعض في الفرقه. يمكن انا بتكلم باللغه عامه وانت حضرتك نفهم. لا يعني مثلا اللعيبه انا بحس ان انا بتفرج على المباراه ان في غلطات ناشئ ما عملهاش، يعني في معظم الفرق الدوري في اللعيبه المصريه في الدوري. انت بتتكلم على الدوري؟ على الدوري العام، الدوري كله اللعيبه. يمكن عندنا كمان عندنا في الكور العرضيه في حاجات خطر. يمكن انا بذكر مره كابتن في منتخب مصر مع الكابتن جره رحمه الله عليه ان احنا كنا بنتعلم الوقفه ازاي. لعيب مدافع ده لازم في تخصص، في تدريبات تخصصيه ليه، لازم نجيبنا. انا يمكن انا بقى من خلالك بشكر الكابتن ماهر همام طبعا، يعني على فكره كان بيجيبنا قبل التمرين ساعه كابتن ويعلمنا نقف ازاي. كان معانا قريب كان معانا كان بيكلمنا واحنا كنا بنسمع. يعني احنا كنا لعيبه، هتلاقي مثلا كمونه ويوسف او الحديد وجمال السيد وكابتن علاء، كنا بنسمع وكنا بنتمرن وكنا احنا حابين ان احنا نتمرن. لكن انا بحس في الفتره دي يا كابتن ان اللعيبه مش فيش رقابه، ما فيش يعني لازم يكون لعيب كوره كمان عشان ينقل الهجمه من تحت لقدام. انا يمكن انا من النوعيه اللي انا بحب ان يكون السيرد باك لعيب كوره، يعني يقدر ينقل الهجمه من تحت تحت. خصوصا الفرق الكبيره اللي بتلعب على الثلاث بوند زي النادي الاهلي لازم ننقل من تحت، او لازم يعني ما لعبش الطويل. يعني انت في عندنا كمان جماهير النادي الاهلي يمكن بتحب فرقتها قوي، طماعه في المكسب وفي الاداء. فالنهارده ما بتحبش يشوف فرقتها مثلا بتكسب، لكن ممكن يقول لك الاداء مش كويس. طب بس برغم ده برضو كابتن محمود، ان رغم الاصابات ورغم عدد الاصابات الكبيره ما زال النادي الاهلي هو افضل دفاع في الدوري، وبالرغم عن كده بنحقق بطوله الدوري قبليها بست اسابيع. فخلونا معانا تقرير 8 اهداف بس كمان، يعني دخلوا شبابك النادي الاهلي وعندنا حارس مرمى عظيم هنتكلم عليه طبعا بعد تقرير الشناوي والكلين شيت. تعالوا نشوف تقرير طبعا دفاع النادي الاهلي او وصول النادي الاهلي للبطوله رغم ان يكون في بعض المشاكل بسبب اصابات مدافعي النادي الاهلي. بعد ما شفنا دفاعات الاهلي او دفاع الاهلي بالارقام في التقرير ده، وزي كده تقرير يعتبر يعني زي التقييم كده لخط دفاعك الموسم ده، انت بتتكلم النهارده لو سالت حضرتك عن مين اللعيب اللي ممكن الاهلي يعتمد عليه او فايلر يعتمد عليه في الفتره اللي جايه بصوره استثنائيه، يبقى اكسبشن كده، ويقدر يؤدي في الملعب بطريقه جيده جدا. يعني بالنسبه للفرقه ككل ولا كحد في خط في الاهلي في اللي جاي ان شاء الله؟ يعني في ظل العناصر المصابه كمان، يعني نتكلم في خط الدفاع المصابين. بص يعوض هنلاعب فرقه الوداد يا كابتن. يمكن فرقه الوداد من الفرق كويسه جدا شمال افريقيا، وعندهم سرعات وعندهم ضغط بشكل كبير جدا. يمكن احنا محتاجين ان احنا نبقى تقال على الكوره يا كابتن بلغه الكوره، ان انت هتلعب في جو مشحون بشكل كبير جدا. لكن انا شايف ان النادي الاهلي عنده خبرات في الحته دي، ان هو بيلعب في افريقيا بشكل جدا، عنده خبرات النواحي او عارف النواحي اللي هم بيلعبوا بيها في فرقه الوداد. لكن انا شايف ان هو نعتمد في الفتره دي على قفشه. قفشه من اللعيبه كويسه جدا يا كابتن، يقدر يعمل ربط ما بين قفشه طبعا بس يلعب في المكان اللي هو بتاعه رقم 10 اللي هو البلاي ميكر، ان هو يقدر يبقى همسه الوصل بين المدافعين ونص الملعب والفراوده. ممكن هو من الحديد، لكن انا شايف ان من وجهه نظري اللي يلعب في الحته اللي ورا كابتن يبقى موجود ياسر ابراهيم ويلعب رامي ربيعه، بس ده حسب رؤيه المدير الفني. بس رامي النهارده من 3 4 اسابيع بتتكلم النهارده بالظبط. انت لو كل اللعيبه، يعني انت طبعا سيرد باك كبير وليبرو عملت شغل كبير، وانت عارف كمان كابتن محمود ان العلاقه ما بين السيرد باكين طبعا بيكون لازم فيها تفاهم كتير طبعا. لو كل الموجودين في النادي الاهلي، يعني سلام، لو انت عندك اختيارات تحط مين جنب مين، يعني تحط مثلا عندنا ناحيه اليمين عندنا محمد هاني وعندنا احمد فتحي طبعا،
انت تفتكر مباراه الوداد ممكن الشباب يخش محمد هاني يعني ولا الخبرات؟ لا أنا يبقى انت بتحط احمد فتحي. طيب عندك السردباكات، انت رؤيتك للسردباكات لو مفيش حد مصاب يعني انت سعد سمير يعني سعد بره، خلينا سعد بره ممكن يبقى ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، يبقى دول الانسب بالنسبه لي. انسب بالنسبه لي لان هم اتنين سردباكات، او الهيكل بتاعهم او السيستم بتاعهم ان هم سردباكات. انا لعب لان انت لازم في المباراه دي يا كابتن لازم يبقى عندك مراقبه. حاجة التانية يمكن انا بقولها يمكن كتير جدا من النواحي اللي بتخلينا نبقى لود على الفرق او نكسب الفرق، ان احنا بنضغط او بنعمل بريس بشكل كبير جدا على الفرق. الوقت يمكن انا بشوف اللعيبه بنحلق من بعيد، لازم اضغط. انا مش عايز اتكلم عشان معاتي، لكن احنا بنقول ان احنا نتعلم، او ان احنا عندك ان الفرق ما نديش فرصه او ما نديش مساحه لفرقه الوداد ان هي تمسك الكوره بكبير بشكل كبير. المراقبه يا كابتن، ولازم عمليه الترحيل بشكل كبير جدا. انا رايي ان ياسر ابراهيم ورامي ربيعه طب لو يعني موجودين لو كويسين لو هما الاثنين لو مش مكثفين يبقى انت هتضطر ان انت تلعب ايمن اشرف، مع احترامي ان ايمن اشرف بيأدي بشكل كبير ولاعيب كويس طبعا. انا مش عايز اتكلم او ان انا مش عايز اديله حقه، لكن هو لعيب كويس جدا طبعا وحماسي بشكل كبير جدا على فكره، من اللعيبه اللي بتضغط يا كابتن. لكن انا في المباراه دي محتاج خبرات اكتر ان هي تهدي اللعب او تبقى يعني بخله في الباص زي ما بيقول يعني. صحيح. وناحيه اليمين طبعا علي معلول، طبعا يمكن مقدم موسم والاروع ولعيب كويس جدا، وانا بحس يا كابتن ان هو عنده انتماء كبير للنادي الاهلي وعنده صحيح. بكلمك بامانه يمكن من لعيبه كويسه جدا وعنده اخلاص. انا برضو انا عايز اتكلم على احمد فتحي، يمكن زي ما كلنا شايفين ان احمد فتحي ماشي او راح نادي تاني، فانا بتمنى له، لكن يمكن احمد فتحي عاوز يعمل انجاز لنفسه او عاوز يبقى موجود ويبقى ماشي من النادي الاهلي بشكل كويس وبشكل وعمل انا تاريخ. بشكره طبعا لا انا بشكره كمان ان هو بيتمرن بجديه وحتى لو تعاقب طبعا يا كابتن. وعلى فكره هو غيور جدا على الفانيلا اللي لابسها، وانا بحترمه جدا، وهو نفسه ان هو يعمل حاجه قبل ما يمشي، سواء هيمشي او دي حاجه ترجع له مع الاداره فربنا يكرمه. لكن هو انا شايف ان هو يبقى موجود بشكل كبير، خصوصا ان هو قائد يا كابتن كمان، لو بيتكلم بشكل كبير جدا بيوجه، ودي مهمه جدا في حضرتك عارف في الماتشات في المغرب ده الحمد لله انا مش هيبقى فيه جماهير يعني. فالنهارده انا شايف ان احمد فتحي يبقى متواجد بشكل كبير جدا. شفنا لاعب شاب المدافعين افتكر اللي ليهم مستقبل واعد ودخل يمكن في القائمه في الفتره اللي فاتت كتير، محمد شكري. هل يقدر فايلر انه يعتمد عليه في الفتره اللي جايه بشكل اكبر؟ لا في افريقيا لا، لو لعب في الماتشات خلينا نتكلم في لا لازم يلعب لازم اديله يا كابتن، لكن ان انا احط ناشئ في بدايه المشوار او انه يلعب في بطوله افريقيا فتبقى صعبه بشكل كبير جدا. لعيب لازم ياخد حساسيه الماتشات يعني، هو حتى هو مش موجود في افريقيا لكن هو المفروض اعتمد للسنه الجايه ان انا ابقى خلاص انا خلطت الدوري يا كابتن، عندي الماتشات اللي جايه، بس انت عندك برضه ماتشات النادي الاهلي ممكن يعملها بروفا لماتش الوداد. لكن انا شايف ان الفتره دي مستر الفايرل يعتمد على اللعيبه اللي ما بتلعبش او يجهز اللعيبه مع الفكر ده طبعا مع الفكر ده في يعني زي قلت قبل كده انت عارف في اوروبا الماتشات الكاس بيبقى بيلعبوا بالصف الثاني والثالث يا كابتن. تفتكر ان احنا مثلا انا بجيب احمد محمد الشناوي مثلا، تفتكر ممكن يبقى علي لطفي طبعا لسه مش موجود، لو علي لطفي يلعب في مصطفى شبير ندفع بولد صغير يبقى عربي بدري مثلا في نص الملعب نديله نبدا نبص، ولا الناس هتزعل لو لا قدر الله حصل حاجه مثلا ماتش الترسانه يقول لك لا اصل دي كمان بطوله يعني خلي بالك يعني هتوزنها ازاي؟ لا يا كابتن مع احترامي للترسانه نادي كبير، لكن انت النهارده النادي الترسانه بيلعب دور 16 دور 16 وفرقه كويسه وفرقه محترمه، لكن لعيب النادي الاهلي جعان، اللعيب اللي ما بيلعبش عاوز يثبت وجوده، خصوصا انت في نهايه الموسم اللعيبه عاوزه تثبت وجودها، ما تعرفش مين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد. فاعتقد ان هم هيبقوا كويسين وهيأدوا بشكل كبير جدا، خصوصا يا كابتن الناشئين عايزه تاخد فرصه يعني نفسها، احنا كمان نفسنا طبيعي. نشوف نفسنا ان احنا نشوف لعيبه تطلع تاني من النادي الاهلي شاربين البطوله او واخدين مبادئ النادي الاهلي ان انت بتلعب على بطوله، لكن هو عايز يوصل للعيبه اللي جنبه، يعني مثلا لما لعيب ناشئ يلاقي كابتن احمد فتحي جنبه يلاقي علي معلول جنبه فطبعا بيسنده بشكل كبير جدا، فتلاقي الناشئ بيأدي بشكل كويس. فاعتقد ان الفتره دي كابتن ان اللعيبه الناشئين تاخد فرصتها، وده برضو راي الجهاز الفني، لكن احنا بنتكلم كراينا ان الفتره دي ان اللعيبه الناشئين ياخدوا فرصتهم بشكل كبير. محمد الشناوي من يعني من افضل طبعا حراس المرمى اللي في مصر بشكل عام وعلى مستوى افريقيا، بس النهارده انت محمد الشناوي ده يعني بيعمل ثقل كبير جدا لخط الدفاع. كلمني النهارده شفته ازاي في الموسم ده، شفت محمد الشناوي ازاي؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان في حاجتين، يمكن انا وانا
ما بلعبش انا قاعد بتفرج، بحس ان انا بامان لما بلاقي محمد شناوي. يعني احنا كنا بنحسها واحنا لعيبه كوره، لو لقينا ان الجون بتاعنا مثلا بنبقى قلقانين منه، فاحنا كان في خط دفاع من كام ما ترجعلوش الكوره، حاول تطلع الكوره ما تدخلهاش ال 18. لكن انا شايف ان شناوي مد ثقه كبيره جدا للنادي الاهلي، مستواه في العالي، فمد ثقه كمان للجماهير. يمكن هو من احسن او الحراس اللي جت في مصر بعد يمكن بعد كتير جدا، وانا شايف ان في الدوري ممتاز في حراس بشكل كبير جدا، فرق يعني محترمين وكويسين، لكن الشناوي بالاخص بيأدي بشكل كبير جدا يا كابتن، ومدي دفعه قويه لفرقه النادي الاهلي. صحيح. وانت بتقول لما بنمر واحنا مدافعين بتحس بالجون في مستوى عالي، بيديك امان وبيديك يمكن ما بتخافش يا كابتن، ما بتخافش بالظبط. يعني حتى بنكلمه نقول له اطلع في العرضيات، يعني ما في ال 18 معتمد عليه بشكل كبير. يعني عصام الحضري يمكن حضرتك شفت ان كنا احنا بنعتمد عليه بشكل كبير جدا، يعني كمان مديك الثقه لانه لعيب كوره، ان انت لما بترجع له كوره ما بتبقاش خايف ان ممكن يغلط او ممكن. لا بس محمد افضل شويه من احترام الحضري بشكل كبير. انا بتكلم، انا بتكلم في النقطه اللي بتتكلم فيها، ان دلوقتي كمان مقاييس حارس المرمى خلال العشر سنين اللي فاتت اتغيرت ازاي؟ ان كان بشكل كبير يعني من 10-15 سنه كان بيلعب بايدي اكتر، دلوقتي فكر بيلعب ايده ورجله. نوير، شايفين نوير. الميزه كمان يا كابتن ان هو بيزق اللعيبه او بيطلع اللعيبه لقدام على اساس ان هو يعمل ضغط او ان انت تضغط من بدري، فبيلعب كوره طويله بشكل يمكن حصلت في صنع العاب في ماتش الجونه، وهو اللي عمل الجون يعني، فدي بتدي ثقه للعيب. لعيب الكوره كمان يا كابتن الله يرحمه كابتن ثابت البطل، يعني كابتن ثابت ما كانش بيحب يترم، كان يلعب كوره على طول برجله ولا يمسك الكوره. خلي بالك عبد المنصف دلوقتي، عبد المنصف لعيب كويس يعني كويس. بيلعب كويس يعني عبد المنصف مثلا لما بيلعب خماسي بيلعب اوف جون ده بيلعب في الخماسي، فهتلاقي في لعيبه كتير جدا. هاني سليمان بتاع السموحه، لكن انا شايف ان هم دول من افضل الحراس الموجودين في مصر، يعني مع لعيبه يعني جوان كتير. محمد الشناوي طبعا مدي ثقه كبيره للنادي الاهلي. تمام. طريقه لعب بايلر اختلفت شويه كابتن محمود من قبل كورونا لبعد كورونا شويه، بشكل كبير يا كابتن، بشكل كبير. طبعا طريقه لعب، انا بتكلم على التكتيك 4-2-3-1 في فترات 4-4-2. انت كسردباك بتفضل ان يبقى انت بتلعب قدامك يعني ديفندر ثابت. لو انت بتلعب طبعا اربعه بيبقى اثنين سردباكين وواحد رقم سته قدامك، تمام، ولا في فتره من الفترات كان بيلعب 4-4-2 ممكن يكون خط قدامك، فالاسهل لك ايه وانت شايف الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي الانسب في طريقه اللعب لمباراه الوداد او الاستعداد لمباراه الوداد بانهي طريقه؟ يعني انا شايف لازم تامن بشكل كبير جدا، لان انت لو ما كسبتش ما تخسرش يا كابتن في المغرب. يعني انا بنلعبها كان عارف ان انا كنت دايما بنلعب نادي الاهلي لازم يلعب براسين حربه، لان انت بتلعب على المكسب او بتلعب على وجهه نظري ان انا كمحمود ابو الدهب، ان انا لما كنا بنلعب بحسام كابتن حسام وفليكس كنا احنا بنبقى ضاغطين الفرقه بشكل نمره واحده كابتن، اول 10 دقايق بنفكر ان احنا نجيب جول. فانا افضل ان احنا لو بنلعب لازم العب بدفنتر ثابت. وهتلاقي انت كمان كان في بيحصل عندنا حاجه كابتن، ان احنا كنا بنلعب بكابتن اسامه عربي باك ليفت، كنا احنا بنخليه يبقى نزقه لقدام وبيجي محمد يوسف، فبتلاقي على طول ان انت بتبقى في حاله هجوميه بفتره كبيره. محمد يوسف كان سيرد باك بس شمال، بس بيكمل ناحيه الشمال بي بيأمن وهتلاقي شمال. مثلا سمير كمونه كان بيطير، ممكن يعملها ايمن اشرف طبعًا. ممكن جدا، ومعالي معلول يعني معلول بيطير وايمن اشرف بيزيد، لان يعني في حد بيثبتك يا كابتن نص ملعب. يعني كان هادي خشبه بيثبت لنا في نص الملعب، يعني هادي خشبه كان دايما مخلي ديفنس النادي الاهلي عنده قوه وعنده ان انت بتبقى واقف على حيلك صح، ما بتاخد الكره بسهوله، ان انت بالكره قبل ما بتجي لك من الديفندر بتبقى ميتها، فانت بتقدر تتصرف فيها بشكل. لكن انا شايف ان انت تلعب بديفندر ثابت في نص الملعب عشان ما يبقاش فيه مساحات بشكل كبير. انا قاعده طبعا ما بين اثنين مدافعين عمالقه يا جماعه، ها وبيتكلموا طبعا يعني بشكل فني يعني رائع جدا، اكثر من رائع. بس النهارده واحنا بنتكلم عن الكوره الصح او الكوره الحديثه، بنتكلم عن الدفاع وحارس المرمى زي ما كنا بنتكلم. وانت النهارده يعني حارس المرمى دلوقتي بقى هو اللي بيبني الهجمه زي ما بنقول. تبني يعني لا بتبني الهجمه. ما انا قلناها يعني انا قلنا ان احنا لازم نبقى بخله في الباص، بس المدافعين يعني المميزين قال له يا كابتن محمود يعني ده ايه السبب؟ هي الموهبه قلت زي ما كنت بتكلم مع كابتن، هي الموهبه قلت في الكره في مصر بشكل كبير جدا، فيمكن دي عامله. يمكن في لعيبه كتير جدا، مش عايز اتكلم عشان ما حدش يزعل يقول لك لا انت بتكلمه، لا لعيب الكوره لازم يتمرن ولازم يزود يدوس على نفسه يا كابتن ويزود بشكل كبير. يمكن احنا بنلعب احنا كنا بنشوف اخطائنا وبنعيدها مره واثنين وثلاثه عشان ما نعملهاش.
الحاجة التانية ان احنا كان في لعيبة بتكلمنا وكان بتزعق لنا على فكرة، يمكن انا فاكر اللعيبة الأكبر اللي هم ما كناش بنزعل منهم، وكابتن هاني كابتن هاني كان كنا احنا بيزعقوا لنا لمصلحة الفرقة أو مصلحة التيم، مش ان هو بيتمنظر علينا، ما احنا قادرين ان احنا نرد، بس احنا كنا عارفين ان ده بيتكلم لمصلحة الفرقة أو مصلحة ان احنا نكسب، فكان بيكلمنا بشكل كويس جدا. احنا كنا بنخاف نغلط كمان كلاعبي كورة، احنا كنا بنحترم نفسينا بشكل كبير جدا في الملعب، ان احنا بنخاف نغلط. الحاجه الثانيه احنا كنا بنحترم الخصم مهما كان حجمه، صغير كبير كنا بنحترمه بشكل كبير جدا. احنا الهدف في لعبنا او في لعب النادي الاهلي ان انت بتلعب على المكسب، حتى لو حضرتك النهارده لقيت اي كابتن هاني ان انت لقيت اي مديرين فنيين بيمسكوا فرق هتلاقيهم بيلعبوا بنفس الروح بتاعه النادي الاهلي او اللي هم اتعلموها، هتلاقي زي الكابتن عماد النحاس مع المولى عرب عنده فكر مختار مع كابتن مختار مع الانتاج الحربي، مش عايز انسى حد، كابتن حسام حسن طبعا. يعني بيلعب بنفس الفكر اللي هو كان هو لعيب فيه او كان بيلعب بالطريقه بتاعته. فانا اللعيب انا شايف ان اللعيبه او الموهبه في مصر في الكره المصريه قلت، الموهبه قلت ولا اصرارهم اللي قل؟ لا ما هو في فرق بين الموهبه والاصرار. انا ممكن باصراري انجح اكتر من اللي موهوب، وده على فكره حصل في حالات كتيره برضو، مش عايز اذكر اسماء، بس خليني اقول لحضرتك بس ده موجود. بصي خليني اقول لحضرتك كمان ان احنا عندنا مشكله يا كابتن هاني ان انت ما فيش عدم جماهير، يعني في عدم جماهير في الاستاد. ان احنا كنا بنخش بنبقى شايفين الاستاد مليان، هو لو الجمهور موجود ما كانش حصل اللي حصل الفتره الاخيره، هتحس بالمستوى اكتر من كده. يمكن يعني الكابتن هاني بيتكلم على مستوى النادي الاهلي، مستوى النادي الاهلي في بدايه الموسم كان فارق بشكل كبير جدا، لكن بعد كورونا او ممكن اللعيبه ريحت او كان في قلق الدوري هيلعب مش هيلعب، فالناس كانت قلقانه، فتلاقي المستوى في تذبذب. الحاجه الثانيه ممكن انا واخدها يا كابتن ان النادي الاهلي خلاص يعني خلص البطوله وبيريح ان هو بيلعب الماتشات اللي جايه كلها، اصل الناس عادي تقول ماتش المقاصه التتويج ماتش الاتحاد والليج. الاهلي متوج من بدري يا كابتن، ان انت واخد البطوله من بدري او حاصل على، لان النادي الاهلي زي ما احنا بنقول لما من اول اسبوع بنركب الدوري ما بننزلش، يعني احنا بنعرف نحافظ، النادي الاهلي بيعرف يحافظ عليه، الانديه الثانيه عارفه كده ومنافسينك عارفه كده، ودايما بيقول لك لو النادي الاهلي حتى متاخر، والنادي الاهلي في فتره من الفترات كان متاخر عن نادي الزمالك مثلا ب 13 اللي هي بوقت بتاعتنا يا كابتن. يمكن احنا كان نادي الزمالك كان متفوق علينا ب 12 بونت واحنا بنكسب، والنادي الزمالك كان متعصر، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل له ونعمل مباراه فاصله ونكسب 2-0 اللي هو بتاع حسام وفريكس. كان عندك اصرار ان انت تاخد البطوله. على فكره في البطوله دي كمان يا كابتن انا الله يرحمه كابتن ثابت بطل كان على فكره بيحمسنا بشكل كبير جدا، كان بيجي لك تلاقي حاجات مكتوبه كده ان لما تروح تلعب مثلا الالومنيوم هنكتسح الاهلي، فتلاقي كابتن ثابت الله يرحمه كان يقص الحاجات دي كان يقصها لنا ويحطها لنا في اوضه اللبس. فنيجي مثلا ماتشات الزمالك، الزمالك مثلا بيجهز مفاجات وبيعمل، تلاقي اللعيبه عايزه المباراه حالا. المباراه دي كمان كان يعني حماسيه بشكل كبير، لان انت كنت لعيب كبير او انت لعيب بتلعب في النادي الاهلي. بص اي لعيب في النادي الاهلي يا كابتن لعب في النادي الاهلي هو نجم، وكان بشكل كبير جدا، يعني كنا بنحترم فن اللجنه بحاجه. يمكن زي ما بقول لك المستوى بيفرق، لان انت كمان بتلعب بتحس ان انت بتلعب من غير جماهير، فدي يمكن عامله لك مشكله بشكل الدوري كله بعد كورونا وخنا خلاص يعني شرفنا على انتهائه. يعني مين اكتر مدافع بعيد عن الاهلي برضو، مين اكتر المدافعين اللي لفتوا نظر كابتن محمود ابو الدهب في المدافعين في مصر؟ في الدوري الممتاز ده لا، يمكن في بخلاف النادي الاهلي خلاص، النادي الاهلي مش عشان شهادتنا ما تبقاش مجروحه فيه، لكن دفاع النادي الاهلي الانديه الاخرى لا، في يمكن انا شايف ان في جنش في الزمالك كابتن حارس المرمى لا الونش الونش, الونش من الونش. من من اللعيبه كويسه جدا. يمكن باهر محمدي قبل الاصابه، باهر اسماعيلي طبعا، اسماعيلي كان يعني ظهر بمستوى كويس. محمود رزق على فكره بتاع الاتحاد ما كانش لعيب كويس جدا يا كابتن، يعني طبعًا. محمود رزق كان طبعًا. انا شايف كان عامل شكل كويس وعامل اتزان شويه لنادي الاتحاد ورا حصلت له اصابه، لكن لعيب مميز مش وحش، لعيب مميز. يمكن انا شايف ديفنس اسوان كله كابتن يمكن عندهم التزام، وكابتن احمد كشري معلمهم صح او موقفهم صح، من المدافعين الكويسين جدا، هم دول يعني اللي هم لفتوا نظري في الدوري في الموسم ده طيب بخلاف لعيبه النادي الاهلي طبعا، يعني مش عايزين لا لا بعيدا انا بسال بعيدا عن النادي او بعيدا عن النادي لا انا عايز اتكلم بقى عشان ناقص اقل من نص ساعه عن محمود ابو الدهب، كابتن محمود ابو الدهب صاحب الانجازات الكبيره زي ما قدمناه تقرير وانا بشكره بس ده طبعا اقل حبيبي ده انا اللي سعيد ما تستحق يعني بس ده هنتكلم فيه بالتفصيل بعد ما نروح لفاصل سريع جدا وبعد فاصل البيت الكبير.
رجعنا مع حضراتكم والنجم محمود ابو الدهب منورنا كابتن محمود. حبيبي يا كابتن. احكي لنا عايزين بقى انك عنك انت كمان بطولات كتيره مع النادي الاهلي، اصعب بطولات انت شايف انها ايه؟ وعايزين كمان من خلال التقرير رحت ترول النمساوي. ايوه يعني تجربه ما كانتش طويله قوي لكن اكيد استفدت منها واكيد فادتك كمان لما رجعت مصر يعني. طبعا كابتن، يمكن انا لعبت في النادي الاهلي 4 سنين، حصلت فيهم الحمد لله يمكن على 4 دوري، يمكن لعبت مع مستر هاريس 2 سنين ومستر هولمان 2 سنين، يمكن الماني، يمكن مستر هاريس كان بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. يمكن هو اللي خلاك تلعب ليبرو، هو يعني اللي خلاني العب ليبرو. انت اصلا بص يا كابتن، انا كنت جاي اصلا بكراي بس انت عارف ان الكابتن حسن كان موجود، بس انا فعلا كنت بموت نفسي عشان العب، يعني ماليش دعوه يعني اي حد موجود، انا عايز العب بس. هو الراجل شايف ان ابراهيم حسن في الفتره دي بيأدي بشكل كبير جدا، لكن هو في نفس الوقت بيحتاجني او ان هو بيعتمد عليا بشكل كبير جدا. كان عايز اقول لك في الموسم، اول موسم ليا في النادي الاهلي كابتن، انا يمكن ناقص ان انا اقف جول، يعني كان الراجل لعبت كل المراكز، لعبت كل المراكز يعني. يمكن انا لعبت سيرد باك، باك رايد، لعبت ديفندر، يمكن انا لعبت في ماتشات كتير جدا انا ما كنتش ببقى في دماغي ان انا العب ولا نفسي فجاه بلعب. يمكن انا مستر هاريس كمان عمل معايا حركه يا كابتن، انا كنت بره ال 18 او بره ال 20، كنا عندنا مباراه المصري، فخلاص يمكن حتى دي كانت اول مباراه اطلع فيها بره السكور او ان انا رايح المعسكر، فماشي زعلان، وممكن هو ناداني قال لي على فكره ما تزعلش، لكن انا شايف ان في لعيبه تبقى موجوده وتقدم مباراه المصري. فوجئت يا كابتن بتليفون الساعه 12 محمود تعالى المعسكر، فانا استغربت جدا حتى طبعاً انا اتخضيت يعني تعالى المعسكر ايه؟ فقالوا لي لا هات الشنطه بتاعتك وتعالى المعسكر عشان ماتش بكره. لا الادهى من كده يا كابتن ان انا بلعب اساسي، يعني انت جاي وانت بتلعب اساسي، يعني بتيجي المباراه انت وخارج ال 20، انت خارج ال 20 مش خارج مثلا هتبقى قاعد في ال 18، لا ولا يعني انا قلت هبقى احتياطي او هبقى موجود في مش هبقى موجود، يعني اقل تقدير مش موجود في الفرقه. لا انا فوجئت ان انا بلعب، لا وربنا بيكرمك وتجيب جول، يعني انا الحمد لله في المباراه دي اديتها بشكل كبير جدا مباراه المصري، وفوق ربنا كرمني وجبت جول، يعني لعبت بكرايت. ليه بقى ان انا اجيب؟ ان الكابتن ابراهيم حسن اتوقف افريقيا ففتح لك الفرصه، ادالك الفرصه. لا بس انت برضه انت هتلعب، يعني اديتني فرصه ان انا العب باك رايت وبشكل كبير جدا. وبدات مهاجم تقريبا برضه، يعني في حياتي انا بدات من صغري بدات مهاجم، يعني كنت بلعب فيرود، ليت كان ساعتها الكابتن فاروق جعفر رجعني باك رايت، وبعدين ابتديت اشتغل عليها بشكل كبير جدا. فلما لعبت باك رايت يا كابتن دي كانت اول سنه، فدي انا طلبت بس كان في نهايه الموسم خلاص، كان خلاص بقى نهايه الموسم يعني خلاص، حتى الوقف بتاع الكابتن ابراهيم انتهى. فانا يمكن قعدنا في الاكاديميه، كان في معسكر في اسكندريه طويل، الاكاديميه البحريه، فانا يمكن انا اتكلمت، كان الكابتن شطه اللي هو ماسك مدير الاكاديميات دلوقتي في نادي من الشخصيات المحترمه جدا على فكره، يمكن انا كلمته قلت له يا كابتن انا عايز اقعد مع الراجل، عايز اتكلم معاه، انا عاوز مكان العب فيه، يا العب باك رايت يا عاوز العب في حته انا فلقيت الراجل من اول بدايه الموسم هو ما يعني مقتنع بيها بشكل كبير جدا يا كابتن، فقال لي ابو الدهب انت هتلعب ليبرو، فركز ان انت تلعب ليبرو. فقلت له انا هلعب في اي حته، هو دي كان بتبسطه جدا ان اللعيب لما تيجي تقول له العب، لان انت حضرتك عارف يا كابتن في اوروبا بيعلمونا ان وظيفتك كره قدم، ان انت بيبقى انت تحت امر المدير الفني يقول لك العب في الحته، فانت بتلعب انت لعيب كوره. فانا يمكن الحمد لله دي كانت الواحد عنده ثقه كبيره جدا، خصوصا بقى انت بتلعب في النادي الاهلي مع لعيبه كبيره جدا ولعيبه بتدي لعيبه كبيره جدا ومدافعين كبار جدا، كابتن محمود وكابتن هاني وكابتن سمير كمونه يعني. وبعدين جاب سيرتك بقى تحت الهوا، هو يقول لك بقى قال لك ايه دلوقتي؟ الو كابتن سمير معانا على التليفون، كمونه كمونه معانا على التليفون، كابتن سمير طيب هو خط قطع، هنحاول ان احنا نتصل بيه مره ثانيه، بس علشان بقى انت عشره عمر مع سمير كمونه، في كلام كتير، وفي اوضه واحده جمعتكم برضو هنا صح؟ في هنا برضو في هنا. بصي لا يمكن الكابتن هاني من الناس اللي احنا، بص هقول لك على حاجه والله مش عشان هو قاعد، والله دي حقيقه، احنا كنا بنشوفه، عارفه كابتن هاني لعيب محترف ولعيب كاس عالم، فاحنا كنا لعيبه بنشوفه احنا حابين ان هو يبقى موجود، يعني حتى كنا بنتكلم معاه، يمكن لما كنا بنقف معاه كنا بنبقى مبسوطين. ما بالك ان انا فوجئت ان انا لقيت الكابتن محسن صالح بيقول لي انت هتنام مع الكابتن هاني رمزي، فانا قلت له طب انام مع ازاي؟ هسيبه لما ينام وبعدين اخش انا انام بقى بعد كده او حياه ربنا. فشخصيه محترمه جدا، تبقى معاه في الغرفه في نفس الغرفه يعني. لا هي كانت معسكر، يمكن الكابتن هاني حتى كان الفتره دي كانت مصاب فيها، كنت بالظبط، كان الكابتن هاني فضل فتره مصاب حتى ما سافرش معانا، لكن احنا كنا عامه كنا بنروح نقعد معاه في الاوضه، يعني في الغرفه بتاعه الكابتن هاني كنا بنستفيد. تعملوا ايه بقى يعني؟ على فكره يمكن انا خدت منه وهو ما يفتكرش، يعني بتستفيدوا منه بتعملوا ايه يعني يا كابتن؟ نحب نعرف يعني. كنا ساعات بنخرج يعني بنتكلم على الكوره شويه، لكن
اكيد ما كانتش كره بس يعني. لا لا كان بصي كان الكابتن هاني عنده ميزه ان عنده ثقه في نفسه. مش ما بيخافش في الماتشات. بيحب يواجه. فدي حاجه اتعلمناها منه ان انت بقى عندك ثقه في نفسك وانت بتلعب بالماتش او ان انت نازل تادي بشكل. هو كان بيكلمنا كان يعني بيكلمنا ببساطه واحنا كنا بنفهم. وكابتن سمير اول ما شفته بقى كان يعني ايه؟ كان ايه تعليقك؟ كان ايه انطباعك عنه يعني؟ لا كمونه انا من صغري معاه يعني. كمونه من الناس المحترمه جدا ومن الناس اللي فعلا يا كابتن هاني نفسي انه ياخد. هو سامعني دلوقتي اكيد سامعني يعني نفسي انه ياخد فرصته بشكل كبير لانه مدير فني محترم لانه كان لعيب كبير جدا. وعلى فكره كان مدفعجي يمكن انا كنت بتراهن انا وهو ان احنا. يا كابتن كمونه بنرحب بيك. مساء الفل كابتن هاني. مساء الخير ابو سمره. جميل وحشنا. وحشنا. ده انا عمال اصيطك في كل البرامج اللي انا بروحها يعني. يا كمونه حبيبك الف سلام عليك والله. بعت لك الف سلام عليك يا كابتن. طمنا عليك برضو. شفنا لك صوره كده يعني نحب نطمن عليك في البدايه في الاول. ده كان بيتبرع بدم. لا الحمد لله طبعا. بمسي على كابتن هاني نجم. مساء الفل يا سمره حبيبي. وبمسي على حضرتك. اهلا بيك. وبمسي على كابتن محمود حبيبي يا كابتن. وطبعا الحمد لله يعني انا احسن دلوقتي. كان شويه اجهاد بس كويس كده والحمد لله يعني دلوقتي كويس الحمد لله. شويه اجهاد بس. الحمد لله يعني شويه اجهاد مع جيوب انفيه مع جوز مصطفى حاجات كده الحمد بس لله. بس مش كورونا. تمام. لا 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 الف سلام عليك. على فكره ملتزم جدا يا كابتن. حتى لما بنروح اي مشوار مع كمونة بنلبس كمامه وعلى طول مع ملتزم. طبعا برحب كابتن هاني وكابتن محمود ابو الذهب. طبعا دول اخواتي واصدقائي بقى طبعا وزمايلي في الملعب وبره الملعب. وكابتن هاني طبعا زي ما انتم عارفين يعني مصر كلها كنت بقول ان هو مثل الاعلى. حبيبي يا صمت. ولعبت جنبه في نادي الكايزر لاوتر في منتخب مصر وتعلمنا منه حاجات كتير قوي حبيبي. بس النجم نجمنا دلوقتي يعني نجمنا الكابتن محمود ده حضرتك النجم والبرجات الحلوه والكلام ده كله. فهو عارف بقيه الحاجات. ماشي يا صبري. انا عارف بقيه الحاجات. خلينا في محمود دلوقتي. ربنا يخليك يا كابتن محمود. طبعا من اللعيبه الثقيله قوي. انا الضيف يا كمونه مش الكابتن. محمود كان مميز طبعا بالشوط قوي قوي وكان بيجيب جوان طبعا. انا كنت بحبها قوي وبحب اتفرج على لعبه قبل ما اروح النادي الاهلي. ومحمود من اللعيبه اللي اثبت نفسها في المكان ده من الناس القليله قوي يعني. محمود من المدافعين الاقوياء والشويطه. وطبعا كان ليه بصمه في النادي الاهلي وعمل بطولات مع منتخب مصر وكل الانديه اللي لعب فيها. فهو مش محتاج اتكلم عليه يعني شهادتي مجروحه يعني. انتوا الثلاثه لو كنتوا دلوقتي النهارده يعني بتلعبوا كنتوا عملتوا مشاكل كتيره للانديه كتيره يعني. دي حقيقه. كان حد يجيب جول. لا كان الدنيا هتقفل خالص. والله. لا بص انا اقول لك ميزه يا كمونه. بس انا سمره بس انا خليني العب ليبرو. خليكم انتوا اللي قدامي السردباكين تقعدوا تجروا وخلينا انا بقى في الاخر الم الكره من ورا. لا طبعا احنا اصلنا باك رايت وباك ليفت بس نبقى يعني. نلعب بقى 5-3-2 صح. لا على فكره يا كابتن هاني يمكن فاكر يا كمونه. كمونه سامعني؟ علي صوتك يا كمونه. بص يا كمونه يمكن جاي يا كابتن في النادي الاهلي. كان ليبرو على فكره. كان جاي ليبرو النادي الاهلي وانا موجود في الليبرو. سمير كان جاي ليبرو النادي الاهلي. وعلى فكره فضلنا يعني على طول عارف انت بتبقى في حاجات حساسيه كده. التنافس بقى سمره بيتكلم ان انت كنت جاي ليبرو وهو كان بيلعب ليبرو. يمكن بس جات يا كابتن يمكن مستر هولمان قعد مع كمونه وقعد معايا قال لي كمونه انت هتلعب مندكه يعني. مندكه انت عارف سردباك يعني تلعب سردباك. يمكن كان كمونه التاني. طب كويس. عباش فريخ اندوتش. مش فريخ اندوتش زي ما بيسل. سوبر. ماشي. ده كلام بعيد عننا. لا يعني هو بيقول يتكلم الماني فيمكن هي ميزه كابتن كمونه ان لعيب كبير يعني. حتى لما جه حتى ان هو يبقى لعيب بيلعب ليبرو لكن التزم. ولما مستر هولمان قال له انت هتلعب سيرد باك الراجل التزم وادى بشكل كبير جدا. وعلى فكره رحنا منتخب مصر مع بعض يمكن انا ليبرو يمكن حتى كمان في المديرين الفنيين بيفكروا بشكل كبير جدا يا كابتن. لما يكون عنده مثلا مع احترام الاقابي هاني رمزي عاوز يستفاد بيه في الملعب كقائد وبيلعب في نص الملعب بيجي كمونه لعيب كويس بيقدر يمسك وبيقدر ينقل الهجمه بشكل محمود ابو الدهب ليبرو. فدي بتبقى عنده لعيبه تقدر تعمله. عارف محمود اللي حصل ده اللي انت بتقوله حصل بالظبط لما سمير جه مثلا كازازلاوتن. أيوة انا كنت بلعب في بريمن سيرد باك. تمام. وسمير لعب في البطوله الافريقيه سيرد باك. تمام. فلما رحنا في 98 ولعبنا البطوله رحت انا كازلاوتن فاوتو راجل فكر نفس التفكير قال لا انا هلاعب هاني لانه شافني ديفندر وهجيب سمير
يلعب مكان هاني. هو عايز يستفاد من الاثنين، الاثنين عندهم خبرات عندهم، وده اللي كان بيحصل معانا في منتخب مصر النادي الاهلي. بالظبط. ذكريات بقى بره الملعب و... كتيره جدا. عايزين نعرف يا سمر. لا ما بلاش الذكريات مش حلوه. ذكريات مش حلوه بجد؟ لا ولا ذكريات يعني ولا ذكريات بيحب العزومات بره والاكل يا سمر؟ اللي تعالى بتاع المغرب يا كمان بيحب العزومات بره والاكل. هو اللي ما بيحبش الاكل. هو؟ كمونه؟ لا كمونه على فكره مش اكيلك. يا كابتن كلنا اتعلمنا يعني. وانت كنت بتحب الاكل بيقولوا؟ والله بيقولوا كنت. والله ابدا. امال ايه؟ والله ما باكل. ما بتحبش العزومات ولا تحب؟ لا انا والله انا بيتي يعني بحب الاكل بس الاكل اللي هي يا كابتن سمير حقيقي الكلام ده ولا لا؟ لا بحب الاكل بس الاكل الحلو بتاكل قوي طبيعي يعني بيحب الاكل الحلو بتقول؟ يعني هو بقى اللي بيقول لك الحلو نوم. انا والاحسن الجامد اهو يعني قلت لك ان احنا الصوت بيقطع جامد. احنا هنحاول نتواصل بحضرتك مره تانية يا كابتن سمير كمونه. الف سلامه عليك وشكرا جدا ليك. على فكره من شخصيات الدمها خفيف جدا قوي يعني دمه خفيف، وعلى فكره ان هو بيبان قدام الناس ان هو جد، لكن كمونه في الحقيقه دمه خفيف جدا، لكن في الملعب بيختلف يا كابتن. راجل جدا. ماتش النخبه طبعا. كانت ايه حكايته كبيره معاك؟ لا ماتش النخبه يمكن انا عندي يا ريت على التليفون كنت التقطيع كانت جايه لما انا هو كان سمير كمونه بيقول سمير كمونه جاب الجون بكتفه من غير ما هو ده اللي كان بيتكلم عليه. لا المباراه دي كان عندنا مباراه خريبكة قبليها فاحنا كسبانين او كان ساعتها 2-1 واحنا جبنا ضربه جزاء كنا 2-2 لو احنا جت ضربه جزاء فبرضه لقيت مستر هولمان دول شوط في لعيبه كتير جدا ما خافت تشوط المباراه في ضربه الجزاء دي في التوقيت ده يعني. في التوقيت ده كابتن يعني فلقيت لقيت كابتن مستر هولمان بينادي عليا من بره محمود شوط فشوط انا حطيتها بشكل كويس قبل دي خبطت في يسمع الحكايه معاك اهو انا بقول لك خبطت في سن الجزمه يا كابتن بتاع الحارس وطلع تتردد علينا جول خلاص البطوله ضاعت يعني. يمكن المباراه دي كان لها حكايه حلوه ان احنا رايحين خلاص ان الفيصلي هيلاعب خريبكة واحنا هنلاعب الرجاء فاحنا قلنا البطوله خلاص راحت مننا واحنا قاعدين في الاوضه مش في دماغنا. يمكن انا زعلان حزين ضيعت بطوله يعني بس ما اقصدش ضربه جزاء ممكن اي حد يضيع فيمكن احنا كلمنا فوجئنا واحنا بنتفرج في كازابلانكا في الاستاد محمد الخامس ان خريبكة اتعدت مع الفيصلي فلقيت مستر هولمان بينادي الحاج محسن طنطاوي كان ساعتها المدرب محسن طنطاوي قال لهم انا مش هقول خطه ومش هقول حاجه البطوله رجعت لكم تاني وفعلا كان ربنا كرمنا وقدرنا نكسب 2-0 وناخد البطوله بالهدف. كابتن هو معانا سمع الحكايه رجع لنا تاني على التليفون يا كابتن سمير. حضرتك احنا محمود ايه الهدف؟ ايوه حكايه الهدف وبعدين في التقرير كان جه الهدف فبص لي كده وضحك قال لي على فكره سمير كمونه جاب الجون بكتفه من غير ما احس خطفني جون على بس بكتفه هو عمل طبعا اوفر يعني كروس عالمي وكمان انا بقول احسن المباريات اللي اتعملت في الاجوان اللي انا جبتها الحقيقه كروس حلو قوي كابتن اسامة عرابي قال له روح ارفع كورة وكابتن اسامة اداني توجيهات ان انا اروح العب بدماغي ففعلا هي جت في دماغي وجت في كتفي لكن انا مش عايز انت بتفطس الجون يا محمود مش بفطسه والله لا يا حبيبي ده من الاجوان خلي بالك ده رجعت لي انا كمان انت شايف ان قبل المباراة كابتن فاكر يا كمونة انا كنت شايف قدامك كابتن لا جدا ضيعت ضربة جزاء ضربة جزاء ضيعت بس انت ضيعت بطولة فانا يمكن انا اول واحد لما جيت على كمونه يعني قلت له انا اديك المكافاه بتاعتي مش عارف متفائل انك بتحب العب جنبهم قوي وكان راجل وكان رجليه جامده و... لا لعيب مميز وكان في النادي الاهلي الحقيقه كان ليه دور كبير قوي يعني وانت كمان يا سمره برضو من اللعيبه المميزه وكنت كمان مدفعك يعني معانا 2-1 الاثنين بيشوطوا مدافعين خلي بالك يا كابتن هاني انا بقول لك قدام انا جبت جوان اكتر منه برضه عشان برضه لا 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 يا راجل حرام عليك ايه انا اللي جايب جوان اكتر انت اللي جايب على فكره في ماتشات كتير جبت كام جون يا كابتن محمود ما عديت ل 40 والله عديت ل 40 جون في كابتن سمير على فكره سجلت انا كل كام هدف بص يا كابتن كل فرقه رحتها جبت في الزمالك جون لعبت فيها كل لا انا جايب في النادي الاهلي 14 جون وفي المنتخب 13 جون
طب ازاي اكتر مني بقى؟ مش هرجول. لا انا معديك يا محمود غير الانديه الثانيه كلها. ايوه ما انا بتكلم على الانديه الثانيه كمان. اه بيحسب مجموع الاهداف. خلاص انتوا الثاني هدافين خلاص قلبتوا هدافين دلوقتي. من سردباكات انا عارف انا عارف يا صاحبي. لا انتوا طبعا من لعيبه محترمه وكنت بتكلم مع كابتن محمود يعني مفتقدين النوعيه دي بصراحه يعني مع كل احترامي للناس الموجوده طبعا دلوقتي كلهم لعيبه مستواهم عالي لكن نوعيه اللعيبه ديت اللي فيها صفات كتيره جدا وتتفق معايا كابتن سمير وكابتن محمود ان السردباكات دايما في صفات مختلفه واحد بيلعب بدماغه كويس ممكن التاني بيبقى انقضاضه في واحد سريع واحد بطيء فما شاء الله انتوا الاثنين كان عندكم تقريبا معظم الصفات المطلوبه في السردباك وفي الليبرو يعني مظبوط يا كابتن يعني الحمد لله كان مميز بالهيدرز والباص السليم والشوط فصعب دلوقتي يعني مش تقطيع في السردباكات اللي موجوده لكن لا يعني بتبقى واحد ممكن يكون سريعا انقضاض كويس عنده رقابه كويسه بعض اللعيبه ما فيش حد يعني دولي تقدر تقول ان هو يفيد المنتخب يعني بصفه مستمره بيلعب بصفه مستمره يعني في لعيبه كويسه جدا بس برضو يعني اخرهم كان حجازي مع احترامي طبعا لكل الناس اللي موجوده لكن محتاجين مساكين يطلعوا برضو لمنتخب مصر ان هم يبقى عندهم استمراريه في الاداء صحيح ويدوا لمنتخب مصر الفتره اللي جايه يعني فهم اكيد لعيبه كويسه لكن يعني يشتغلوا على نفسهم شويه عشان يبقوا مميزين يبقوا لعيبه دوليه ده اللي ناقصه صحيح وانت مميز يا سمرة وكنت لعيب مميز وان شاء الله كمان مدرب ومدير فني مميز انت عندك خبرات كبيرة في التدريب ودلوقتي اعتقد كمان يعني بتاخدوا خطوات جيدة جدا حتى على مستوى الدراسة والتدريب يعني نتمنى لك كل التوفيق كابتن سمير كمونة نورتنا وشرفتنا في البيت الكبير حبيبي انا اللي بشكركم جميعا وبالتوفيق ان شاء الله كابتن شكرا ليك يا كابتن سمير اثر التوقف الطويل على المنتخب احنا بقالنا فتره طويله جدا المنتخب يعني ما فيش ارتباطات يا كابتن انت النهارده تاثير التوقف دوت شايفه ايه شايفه ازاي لا ما هو هتلاقي يا كابتن مستوى الانديه هتبقى من مستوى المنتخب يعني انت لعيب النهارده ما انت هتختار منين هتختار من الدوري المصري فانت لازم تنقي كل العناصر فانا شايف ان الكابتن حسام بدري يمكن عنده فرصه ان هو يمكن يختار بشكل كبير جدا خصوصا ان الفرق اللي هتكمل في افريقيا كابتن لانها تبقى جاهزه لماتشات افريقيا هتلاقي من اللي هياخد من الاهلي والزمالك وبيراميدز وهياخد بعض اللعيبه ما يمكن انا شايف ان في فرق كتيره مستواها نازل بشكل كبير جدا لكن هو يعتمد على لعيبه اللي هم عندهم خبرات بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه فاتمنى التوفيق طبعا للمنتخب اكيد نتمنى التوفيق للكابتن كابتن حسام البدري وكمان طبعا. كابتن شوقي بالمنتخب الاولمبي خلينا وكابتن ربيع عنده مجموعه منتخب الشباب غريبه طبعا عامل عنده مجموعه كويسه جدا كابتن ولاعيبه واعده بشكل كبير المنتخب الاولمبي طبعا ما ننساش طبعا كابتن ربيع ياسين هو طبعا. انا شايف انه من المدربين لا بص يعني يمكن انا على فكره يمكن انا زرت كابتن ربيع ياسين يمكن عامل حاله في المعسكر كابتن واللعيبه ملتزمه بشكل كبير جدا وهو بيحفظهم يعني بيحفظهم التكتيك بتاعه يمكن بيصلوا مع بعض مع بعض كلهم يمكن اللعيبه كمان حافظه يمكن هو الكابتن ربيع عامل حاجه كويسه جدا زي اللي احنا كنا بنعرفها ايام الله يرحمه كابتن جوهري ان خلوهم بيرددوا النشيد يا كابتن قبل المحاضره يعني دي حاجه كويسه جدا زرع الوطنيه ان هو عايز يزرع الوطنيه في اللعيب من صغره ان هو بيحب بلده او بيحب منتخب مصر وفي ميزه كمان يا سامي ان كابتن ربيع يعني في بعض المدربين يقول لك انا هتفرج على الاهلي والزمالك والمقاولين وبتاع لكن كابتن ربيع بيلف بشكل كويس قوي في المحافظات بيلف جميع المحافظات بيروح الصعيد على فكره نتمنى له طبعا التوفيق كل التوفيق في نقطه يا كابتن يعني بص يمكن انا متفق هتلاقي كل كلامنا يعني مع حضرتك ومع كمونه هتلاقي كل كلامنا في حته واحده ان انت خلي بالك ان اللعيب دلوقتي بقى سعره فيه زي ما بيقولوا ان انت جايب مبلغ للانديه كلها خلي بالك هتبقى في سبوت عليك في عين لازم العين هتبقى عليك بشكل التقييم هيبقى عليك بشكل كبير جدا لعيب الكوره لازم يتحمل مسؤوليه سيبك من فلوس انت ممكن تاخد فلوس بشكل كبير جدا لكن في البدايه مستواك في الملعب لازم يبقى في استمراريه في ادائك او في مستواك السابق ايوه مظبوط فلعيب الكوره لازم يركز لكن زي ما انا قلت لك بشكل كبير جدا يا كابتن احنا كنا عاوزين نبقى كويس يعني بعد المباراه كنا بنعمل ماتشات هايله ومكسرين الدنيا وتحس تاني يوم خلاص انت نسيت يعني ما تتكلمش خلاص انت ولا كأن انت بتفكر في اللي بعده فانت بتبقى صفحه وبتطويها بتفكر في اللي جاي فانت اللعيب دلوقتي يمكن على ايامنا ما كانش فيه احتراف بشكل كبير جدا لكن الاحتراف في الفتره دي
ان انت خلي بالك ان انت بقيت متشاف بشكل كبير جدا، يعني ما كانش ما هو ده اللي ممكن يكون سبب من اسباب برضو التشتيت او عدم التركيز. طبعاً طبعاً. النهارده لما تيجي تسمع كلام حسني عبد رب وهو بيقول لك انت بتلعب بس انت دماغك، يعني في بعض طبعا اللي بيلعب بس عينيه بره بيفكر يطلع بره، فده برضو مش مقبول. امال انت هتركز امتى؟ امال انت هتدي ناديك امتى؟ دي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان انا النهارده لابس تيشيرت النادي الاهلي، هو في احد في اعلى من النادي الاهلي في مصر؟ أو أكيد من الأندية المحترمه. انا يمكن انا بقولها دايما يا كابتن هاني، اللي ربنا بيحبه يلعب في النادي الاهلي. معايا لعيب في مصر، اي لعيب في مصر يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي. يمكن انا كنت بقولها دايما ان احنا بنبقى مبسوطين واحنا داخلين، ما بالك ان انت ايه اللي هيشغلك ان انت ما تاديش بشكل كبير جدا، او ايه اللي ايه ناقصك عشان تبقى لعيب كويس؟ لان احنا النهارده لما كان بيقولوا اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي منتخب مصر هيحترف بره، لان انت النهارده من الانديه الكبيره اللي بتتشاف. يمكن انا اول ما رحت النمسا يا كابتن استفدت، يمكن حضرتك اتكلمت عليها، انا استفدت ان انا كنت كان الثقافه بتاعتي عندي متغيره، ان انا بلعب في النادي الاهلي اخلص اتمرن اخلص ماتش اروح انام. لا انا هناك الثقافه اتغيرت، ان انا دي بقت مهنتي او دي اكل عيشي. النهارده انت هتاخد مثلا 200 الف دولار، للسنه الجايه هتاخد 400، هتاخد 500، فانت بتلعب في انديه كبيره. ان انت تتشاف ان انت ترون النمساوي ممكن يكون مش نادي كبير بشكل كبير جدا، لكن انا عاوز اتشاف عشان اطلع زي محمد صلاح ما بدأ. هي كانت خطوه طبعا، هي كانت خطوه كبيره. يمكن انا رحت نورنبرج يا كابتن، نورنبرج واتمرنت وكان عايزين يتعاقدوا معايا، بس هم النادي النمساوي اتغلى بشكل كبير جدا، فيمكن انا صممت ان انا ارجع مصر بامانه. فهي يعني قرار الرجوع كان قرارك انت؟ قرار انا كان قرار انا بشكل كبير جدا. يمكن انا روحت النورنبرج واتمرنت، على فكره اللي كان ماسك النورنبرج في الفتره دي قبل ما يجي النادي الاهلي كان سوبل. سوبل كان ماسك النورنبرج فعلا. انا تعاملت معاه حتى معاه قبل ما يجي النادي الاهلي. قبل ما يجي النادي الاهلي يا كابتن، حتى انا اتكلم معايا سالني على النادي الاهلي، قلت له يعني انت لو رحت مصر هتبقى اعلى من كده بكتير. قال لي انا بدرب في المانيا، حتى هو استغرب. قلت له انت هتتعرف بشكل كبير. كان معايا خال عايش في دورتموند، يمكن هو كان بيترجمه، يمكن انا قلت له النادي الاهلي نادي كبير في الشرق الاوسط وفي افريقيا، فاي مدرب بيروح هناك بيتعرف بشكل كبير جدا وسعره بيزيد. ده اكيد ده اكيد، يعني النادي الاهلي بيرفع اي حد. والنادي الاهلي دايما السر كابتن محمود طبعا هو سر جماهيره طبعا. يعني خلينا نتكلم على كل حاجه، بنتكلم على مجالس اداره، بنتكلم على لعيبه واجهزه فنيه ومدربين، لكن دايما قوه وسر النادي الاهلي في جماهير النادي الاهلي. تخيل قبل كورونا لو اللعيبه دي بتلعب مع جماهير، او بالمستوى اللي مستر فايرال كان عامله مع اللعيبه دي قبل كورونا بالظبط، مع الجماهير اللي موجوده في الاستاد هتلاقي مستوى تاني. فرق رهيب كان، فرق لكل الفرقه المصريه. يعني انا يمكن انا بشوف فرقه كبيره مستواها كابتن في الدوري الممتاز. يعني انا مستوى يعني حزين جدا على النادي الاسماعيلي، من الانديه الكبيره الفرق الكبيره اللي احنا كنا بنحب نلعب او نلعب الاسماعيلي في اسماعيليه، من الفرق اللي هي كان دايما بنحطها في المنافسه في بدايه النادي المصري كان عامل شغل كبير جدا مع كابتن حسام حسن وفتره. النادي المصري من الفرق الكبيره جدا. يمكن انا لما لعبت في النادي المصري قلت لهم انتوا اقرب فرقه بعد الاهلي والزمالك تاخد بطوله، ان انت عندك جماهير بتحب فريقك، وان انت بتلعب على ملعبك، ان حتى الفرقه اللي كان بتيجي تلعبك بتبقى قلقانه عامله حسابها بشكل. فتلاقي الاتحاد السكندري، فهي كابتن الجماهير النادي الاهلي رقم واحد. والجماهير النادي اللي فيها ميزه مش في كل الانديه، ان طول ما انت ممكن تبقى مش موفق بشكل كبير جدا، لكن النادي الاهلي يعني الجماهير بتدفعك بشكل كبير جدا، او بتزقك بشكل كبير، او بتشجعك وبتحمسك وبتبقى في ظهرك لاخر وقت. فدي يمكن انا بعتبره رقم واحد مش رقم 12 زي ما الناس بتقول، لانه في ظهرك وصبرته في ظهرك بشكل كبير جدا. يمكن انا ممكن حضرتك تعرف الكلام ده، ان احنا بنبقى لعيبه كوره بنبقى فرحين لما حد بيتفرج علينا، او الجماهير دي كنا بنزعل لما بنلاقي المدرجات فاضيه. فاتمنى ان الفتره الجايه يبقى في جماهير ان شاء الله ترجع. ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا، شرفت البيت الكبير واسعدتنا بوجودك النهارده معانا. انا اللي كنت سعيد ان انا كنت معاكم، وانا حاسس ان انا ببيت، يعني مش غريب طبعا، ده بيتي طبيعي. وانا سعيد جدا ان انا معاكم، وانا فعلا انا كنت عمال اقول لنفسي يمكن كابتن هاني ما بيبعتليش ليه، فامنيتي اتحققت ان انا جيت معاكم. ربنا يخليك. وانا سعيد يا كابتن ان انا شفتك شرفتنا، وانا كنت معاك النهارده شرفتني. انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا النجم الكبير محمود ابو الدهب نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم على المتابعه. دي كانت نهايه يوم من ايام البيت الكبير، على ان شاء الله باذن الله بكره من 10 لواحدة موجودين في البيت الكبير. تصبحوا على الف خير.